معانا علشان نفطر مع أسرة مصرية مكافحة، رمز لقوة الإرادة والصمود. قناة الحياة وبرنامج المطبخ قرروا أنهم ينزلوا بين الناس يشاركوا الناس فطارهم في رمضان. هنطلع نشوف الأسرة دي وهتبقوا معانا نفطر سوا مع بعض. تفضلوا معانا. احنا حبينا النهارده نفطر معاكم، بس كنت عايزاكي تقولي لي ولادك قد ايه، بتشتغلي ما بتشتغليش؟ الحمد لله بشتغل، وعندي محمد واحمد ومحمود. يعني تبتدي يومك ازاي؟ وانا بصحى، يعني بصحى بدري بروح الشغل الاول. في رمضان بتبقى مواعيدنا مختلفه، بتبقى من 8:30 لحد الساعه 1:30. بروح الفتره دي ببقى في الشغل، بعدها برجع اصلي الظهر وارتاح حوالي ساعه. يكونوا هم رجعوا من الحضانه بتاعتهم، ارتاحوا، بيصحوا ينزلوا، يعني يصحوا قبل المغرب بحاجات بسيطه، بيحضروا السفره معايا، هم اللي بيطلعوا الاكل بره وبيطلعوا الاطباق وكل حاجه، ينزلوا يشربوا عصير، ينزلوا يصلوا المغرب، بعد صلاه المغرب بيرجعوا بقى يفطروا. قولي لي، طب احكي لي ايه الصعوبات اللي بتواجهك في الحياه بصوره عامه، يعني بصفه عامه ايه اللي بيحصل لك؟ الصعوبات اللي بتواجهنا بصفه عامه، اغلب الناس بتبص للانسان المعوق على انه بيبقى فيه حاجات كتيره ناقصه. يعني انا مثلا اول جوازي عانيت فيه رفض، من يعني كان فيه رفض من الطرفين. واجهتوه ازاي ده؟ لا الحمد لله، يعني ايه الجو، يعني خلاص قررنا ان احنا كله، يعني قررنا ان احنا مش هنحتاج لحد، خلاص يعني وافقوا الحمد لله، فقررنا ان احنا ما نحتاجش لحد. يعني طبعا عانيت في فتره الحمل دي لان كنت يعتبر لوحدي، ما كانش حد معايا. بصراحه جوزي برده كان بصراحه بيساعدني. انت قلت لي ان الاستاذ وليد كان معين ليكي، فانا كنت عايز اعرف منه بقى ايه دور مدام امل معاك. كون ان هي تخدم اب بثلاث اولاد وتبقى من اول اليوم ما بين شغل، ما بين تنظيف، ما بين طبيخ، ما بين غسيل، ما بين ده كله، وفي الاخر ما بتشتكيش، ده طبعا دور كبير قوي هي بتعمله معانا. ما شاء الله، ربنا يخليك ليها ويخليها، ربنا يخليها هي يا رب. ربنا يخليها هي لينا. قولي لي بقى، تتمني ايه في رمضان ده؟ اتمنى في رمضان يا رب يكون خير على كل الامه الاسلاميه يا رب ان شاء الله، وولادي ان شاء الله يبقوا زي ما انا عايزه، نفسي الثلاثه يبقوا مهندسين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا النهارده جايين نفطر معاكم ان شاء الله، و يعني نفطر سوا باذن الله. منورينا ان شاء الله.